السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعيد المنتقي الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء. هذا ما كنتوجه عند أحد أبطال جمعية منتدى ضرب سلطان وضمن مسابقة ناحية مدينة ماسة عند التنظيم العالمي تنظيم سعيمدة جنان. أخ سعيمدة السلام عليكم، كيف شاهدتي المسابقة ديال مدينة ماسة؟ أخ بلايد، المسابقة ديال ماسة كيف عرفتي أخويا بلايد راه دازت مسابقة اللي هي قاصحة شوية بالنسبة على المناخ اللي كان شوية صعب، والحمد لله المسابقة دازت مزيانة واخا كانت الظروف المناخية صعيبة شوية. الحمد لله دخلوا حميمات، جاو حميمات، جاو صراحة ما جاش الحمام، جا الحمام باقي تبارك الله شاد مازال فهمتي، مازال يزيد مازال تبارك الله. واخا الظروف المناخية كانت صعبة شوية بالنسبة للأمطار الحميمات صراحة تولى هنا الحمد لله. الحلقه ديال ماسة تبارك الله دازت تلقى في مستوى صراحه تبارك الله. الله يسخر الاخ جينا ما حاضرش ياك على صفا دام قريب دام قريب تبارك الله. الله يسخر. كيفاش شاهدتي المسابقه واش الاعلان ديال هذه المسابقه بالنسبه لهذه الحمامه ياك الاخ؟ هي هذه الحمامه كما كتشاهدوا معنا الاخوان، الحمامه الاولى المعلن عاد الابطال طونديم سحيم دا جينا كما العاده، ابطال ديما حاضرين جميع المسابقات اللي كتنظمها عصبه الدار البيضاء الكبرى برئاسة السيد عبد العزيز وعلي الدان. كنبغي نشكروا الناس ديال عصبة الدار البيضاء الكبرى على الرأس ديالهم السي عبد العزيز وعلي الدان. تبارك الله راه الناس غاديين في واحد الخطوات اللي هي تبارك الله مزيانة، والله يكمل بخير. والحمد لله حنا هذا العام الحمد لله ناشطين بخير صراحة الحمد لله، الأمور غادا مزيانة اللهم لك الحمد. المسابقات اللي نظمت العصبة كلها مزيانة كلها لك شيء الحمد لله، ما كاينش شي مسابقة اللي دازت زعما فيها شي فهمتي. الامور غادا مزيان الساعه غادا الامور مزيان الله يكمل الامور. التوقيت اللي اعلنتو عليه الاخ سعيد ديكلارينا مع الجوج و 48 دقيقه 48 دقيقه مسابقه الديكلاراسيون مشرفه بالنسبه للجمعيه الحمد لله. المركز الثاني في الجمعيه والعصبه ان شاء الله غادي يكونوا من المراكز المتقدمه ان شاء الله في عصبه الدار البيضاء الكبرى. تبارك الله عليك. وبالنسبه لهذ الحمامه الاخ سحيمده كبيره شنبوره ولا عندها شي؟ لا حمامه كبيره ديال هذاك العام، لاعب هذاك العام. وفين عندها شي انجاز؟ عندها تقريبا شي عندها شي دبلومات ولا ثلاثه السنه اللي فاتت. اييه. وهذا العام راه تقريبا عندها شي دبلومات اخرين ولا ثلاثه. تبارك الله، هي على السلاله فرض الوجود ديالها. الاب ديالها راه بطل تبارك الله، الاب ديالها تقريبا عنده شي 13 بري عندها. شي ثلاثه البريات ولا اربعه في العصبه اللي ضرب بها. ومنين كينتمي هذه السلاله هذه؟ منين كتنتمي؟ الاب ديالنا كار لاعب عندنا دابا نجبدو نوريه لك، والام ديالها ديال الاخ يونس العزوه. يونس العزوه هو 100% جنسن واحد من تحيه الاخ العزوه من الديار القطريه. الام ديالها راه ديال الاخ يونس العزوه، والذكر ديالها ديالنا واحد الملاقي كنا درنا الذكر ديالنا مع واحد الانثى كان جابها لي الاخ يونس العزوه. ودي راه البنت ديالهم تبارك الله راه تبارك الله انجازات مزيانه السنه الفارطه لهاد السنه تبارك الله. الله ان شاء الله كتنافس على لاسبيج. كتنافس على لاسبيج ديما حاضره ديما جايه. اما الا ما ديك اما كديك الحمامه الثانيه فهمتي اخ بليت عاودتها هادشي اللي كاين. الله يسخر الحمامه راه تبارك الله سلاله مزيانه السلاله تبارك الله، واصلا نبه دار في هذه المسافات ديال 420 500 530 من فين كيضرب. تبارك الله الله يسخر. الحميمات كلهم جاوا المسابقه باقي شي حاجه ضروري راك عارف الشيء الانسان ملي كيفوت 300 والفوق راه ضروري كيبداو شويه. بالي هذا العام ما لعبيش بالعدد كبير ديال الحمام، درتو شي حاجه قليله ياك؟ هذا العام تقريبا عندنا شي 70 حمامه اللي كنلعبوا بها. كنلوجيو 50 حمامه في الطلقه وشي 20 شي 20 22 حمامه كنروبوزيو. ما فرختوش هذا العام بزاف؟ كنا فرخنا راك عارفه الظروف اللي دزنا فيها والحمام حولنا الدار الاخرى كنتو غتحيدوا الحمام. هادشي راه شهرين ونص ولا ثلاث شهور الحمام سدود عليا في واحد الليل. قالوا لي ولفتوا الحمامه بزز. تكبروا الشنابر هذا باش ولفنا الحمد لله. رغم ذلك راه الامور غدا مزيانه ميسره الحمد لله. الحمد لله. والله يسخر لكم الاخ سحيمده، شي تحيه غتقدمها للاخوان جميع الاخوان اصدقاء ديالنا اللي كيعرفونا طونطيب سحيمده جينا. الاخوان كاملين بدون استثناء للي داخل المغرب للي خارج المغرب، وكنشكروك الاخ بالعيد على الزياره شكرا جزيلا، وكنشكروا المكتب الموسيقي عصبه الدار البيضاء الكبرى على رئاسه السيد وعدي الدان
نشكر نشكروا السي زموعز العرب. زموعز العرب خدام مزيان ولا؟ لا خدام تبارك الله. لا خدام. خدام الله يجازيه بخير صراحة. والمكتبة خدام بخير وعلى خير. الأمور غادا الدراري معاونين لا منخرطين ولا الناس ديال المكتب الدراري معاونين أمور غادا على أحسن ما يكون اللهم لك الحمد الله يكمل الله يسر الجميع. الله يسر الجميع وتحية لجميع الأبطال المغاربة اللي كتوجدوا في. تحية لجميع أصدقاء ديالنا كاملين للأخ يوسف الصديقي الأخ العزيز عندنا للأخ زهير جمال للأخ يونس العزوار الأخ صديق فيصل. جميع الاخوان بدون استثناء الاخ ذكي الطيبين جميع الاخوان واللي ما ذكرناش الاسم ديالو سمح لينا راه جميع الاخوان كاملين بدون استثناء كلهم بحال ما فرق بين هذا وهذا والاصدقاء ديالنا هنا اللي في المغرب راك عارف اصدقاء كثار لا اللي داخل كازا ولا اصدقاء اللي قراب لينا جميع الاصدقاء الاخ الوكيلي الاخ الدرداري جميع الاصدقاء ديالنا كاملين بدون استثناء تبارك الله عليك اخويا سحيم دا تبارك عليك والله يسخر لكم في هذا الموسم ان شاء الله الله يسخر الجميع لا المسابقات راه هما غاديين والعام على وشك يسالي ياك راه باقي اللعب باقي المسابقات مازال ياك باقي الدوميفون باقي طارق ديال المسافه مازال يحل اللعب دابا يلاه يحل هذا يلاه غادي يقولوا بسم الله ياك دابا يحل اللعب ان شاء الله مره واش غادي نقول لك الاخ سحيم دا مبروك عليكم مبروك عليكم مره ثانيه ومبروك العصبة الدار البيضاء الكبرى على التنظيم المحكم اللي قاموا به هذا الموسم هذا سواء المكتب المسير من اللجنة التقنية من جميع الجمعيات اللي كلهم كنشكرهم بزاف كنشكر جميع الأطر ديال العصبة الدار البيضاء الكبرى وتحية الأخ جينا اللي ما حضرش معنا اليوم ظروف العمل كنشكر جميع الإخوان جميع المتتبعين قناة بالعيد المنتقي عبر اليوتيوب ما عليكم تبارطاجيو الفيديو وتابونوا مع القناة وهذا الشيء اللي كان الإخوان بعد ما شفتوا زيارة وعمل كونترول في نفس الوقت عند الأبطال ديالنا طونديم سحيم دي جنان أبطال جمعية منتدى درب السلطان وأبطال عصبة الدار البيضاء الكبرى بهذا الفيديو وبهذه اللقطات نستودعكم الله وفي أمان اللقاء بكم مرة أخرى ومع بطل آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.